هذيك اللي تزرم تماسيخ زين الحاجه شايفو فين ها تماسيخ تيا هي تماسيخ تيا يا مرحبا وانت ما سيرتها تكنوي مش كتسكر الثمن فانا 31 31 انتيني 32 غير هذا غوي ديك كروانات كان ولا اثنين يا ماشي كروان اي كريم سي ياك داك اللي تزرم الثمن نسنا الحاشي فولكين المليح غير هذا مش كاين لا غنعمر نسنوي عام تبارك الله الحاجه فولكين غير زد غير المعتمد تيتاوي مدلني غير السكر ياك ما خطني تيويت وين ما خطني تيويت ايتباها غير اللي تزرى من معزي ايتباها اذا يكروان المليح اذا كل يار ما دسني التيني السيد دار دسني التيني اتني اي سخر ربي الله يوفق عرنت منا خليت الرامين سكان يا تبارك الله اي سخر ربي المليح هي يفول كي الخيرات يفول كي يا البلاد البلاد ايه البلاد هي وانت ما زرت قال لكم بانه هادو المعزي ديال البلاد ما هادو كاملين هادو ماشي ديال العلب ديال العلب ياك دابا اي ترحوم تماما المليح اذا نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي كما كتشوفوا المكان ديال المعزي اذا غادي نحاولوا نقربوا الناس اللي كيبيعوا المعزي هنا خاص تبارك الله كما كتشوفوا اذا بعد الكسابه بعد الناس اللي كيديروا كيكونوا ما كيكونوش عندهم الكناء كاين اللي كيعيط كاين اللي ما باعش راكم عارفين اذا السلام عليكم شحال دايرين هادو سيدي؟ 38 جملة 38 جملة نخليكم اخوتي تشوفوا المعزي 38 فقط دابا هادو العتروس ياك كلهم العترس ياك كلشي عترس تماما اذا العتروس واش من بلاصة جبتيهم؟ سيدي مختار سيدي مختار اييه تبارك الله هادو ديال الربيع ولا ديال العلف؟ هذا عما كاينش الربيع العلف تماما اذا المعزي تبارك الله اشنو رايك في السوق اليوم سوق ينسكن شويه وصافي والعافيه ما كاينش واحد الثمن اللي بغيتو نتوما تماما والعافيه كلشي غالي كلشي غالي ياك حتى نتوما غالي عليكم هادشي الله والدينا اللي غالي ماشي حنا والدينا كيقول لك 54 في جدي والدينا ماشي هما دايرين الكروسه ولا شنو دايرين هادو كيدير الكروسه نتوما دابا اللي شرا تديو ليه مزيان الله يسخر لكم اذا اش غادي تقول لنا باقي على حساب هادشي ديال الاسواق السوق راه شويه عيان لا قالوا مرتفعه المعيشه وتمينا تكون غاليه غاليه والو الحمد لله الحمد لله تماما عيد كلشي عيد كلشي غادي يعيد ان شاء الله باذن الله غير موجود تماما الله يسخر لكم الله يوفق قال لك مالك ما تدعيش انتم ما غاديش تعيدوه اذا كما كتشوفوا معنا اخوتي غادي نستمروا غادي نشوفوا اليوم غادي نجي نشوفوا شي بلاصه اخرى فيها المعزي كما كتشوفوا اذا هذا هو سوق ينسكان اللهم بارك كاين العتروس شحال هادو سيدي الثمن ديالهم ما كاينش مولاهم اذا الله فراسك اسمح لي اخويا ما نقطع هذه اللقطه شكرا الله يحفظك اخو كما كتشوفوا اذا اثمنه راه باينه كما شفتوا في الفيديو اذا هذا الشيء كله في المستوى والمعزي تما مشيتي فين المعزي اذا هذا المكان كلهم المكان ديال المعزي نتمنى ان شاء الله الاعجاب ديالكم انسكر ماشي سهل تصور فيه كيكون صعب جدا لا الاسعار اخويا اش كتبيعوا نتوما اش كتبيعوا نتوما لا صعبين القلالب 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 والماء القنبة 100 ريال لا خلع على مسكين الله يسخر شريت ولا باقي خضرة سايس جديدة اصلا سايس ياك اسايس الله يسخر الله يوفق بيزلف اييه اي واخ ديدي كاس القليعه اي صافي وكاش من عنفر اش غادي ندوي على هاد الخير اخويا ما داروا معنا هاد والو يلا تفضل اخويا هضر الكروسه اخويا ما كاينش ما محركينش اخويا بديك الكروسه ما كاين والو دابا انت كدير كروسه انا كندير كروسه وما خدامش ما كيعطيونا والو يحاول يشري ب 5000 ريال يعطيك 5 دراهم تبدل لك 5 دراهم مشكله اخويا
الغلال غلال امين الله يسهل عليكم امين. كما كتشوفوا اذا بعد الناس يعانيوا هنا بعد المشاكل اذا المعزي ها هو كنحاولوا ندوزوا بعد الناس كنحاولوا بزاف اخويا بزاف يدير غير بزاف اطلع لي. اذا اجواء ممتعه اجواء رائعه جدا اثمنه مناسبه خاص في انسكان سوق انسكان معروف بالمعزي معروف بالعتروس. شحال اسيدي اثمنه ديال هادو؟ كما قلت لكم بعد الناس اللي كيديروا انتاج خاص ديال المعزي كيكونوا كاعين. شحال اسيدي انتوما شحال؟ هاد الناس كاعين هاد الناس كاعين الاخوان كنعتذر لكم هاد الناس كاعين ما عندهمش القانا حتى شحال الثمن ما بغاش يشوفني وفي نفس الوقت كاينين بعض الناس طالع عليهم الدم باغيين الفلوس باغيين الفلوس بعد الكسابه بعد الانتاج المعزي باغيين الفلوس يتبناو هما يصوروا الفلوس. اذا هما كينتظروا هذا الاسبوع ديال العيد باش يبيعوا باثمنه اللي بغاو ولكن مع الاسف الشديد لقاو الثمن ماشي تلي واخيرا باغيين يبيعوا ب 70 80 كما كتشوفوا المكان ديال المعزي هذا منطقه ديال المعزي. شوفوا الاخوان 48 47 48 الرخله حاجه مليحه كما كتشوفوا المعزي اللهم بارك. اذا السنه الحليب ياك سنين الحليب لك ياك تماما سنين الحليب سنين الحليب كلهم سنين الحليب فين شفتوه واش المكان هذا؟ فين البلاصه هذه ولا يا سيدي المختار سيدي المختار قليم الشيشاوه قليم الشيشاوه اقليم الشيشاوه فاش كيتواجدوا هاد العتروس. سوق انسكان المعزي العتاس اثمنه مناسبه 35 40 المعزي غالي فقط 50000 فقط كاينين بعد المعزي 50000 40 36 38 سوق انسكان هو هذا. اذا هذا المكان كيبيعوا الناس وكيشريوا العيد ديالهم اي واحد خصو العيد كيجي ياخذو خاص سوق انسكان. اذا هذا المكان كله فيه المعزي والحواله كاين المكان ديالهم. اذا نتمنى ان شاء الله بحول الله نصوروا لكم ما افضل المعزي خاص في انسكان اللهم بارك. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم والاشتراك في القناه الاخوان. شحال دايرين اسيدي هادو؟ الثمن ديال هادو شحال؟ الثمن ما كاينش ما كاينش مولاهم تماما. اذا كنعتذروا لكم اذا غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ان شاء الله. شحال دايرين اسيدي هادو؟ 36000 اللهم بارك. ولكن بالنسبه للعمر العمر ديالهم شحال؟ كاين ربعي كاين سداسي سداسي ربعي الله يسخر لك اسيدي الله يوفق. اذا بعد الانتاج خاص كنحاولوا المليح ياك كما كتشوفوا اذا سوق انسكان سوق انسكان اذا الناس يبيعوا ويشريوا في هذا المكان كنحاولوا نخرجوا من هذا السحم. نتمنى بعد الناس اللي غادي يشاهدوا هذا اللايف عفوا هذا الفيديو الى صورنا شي حد كنطلبوا منه يسمح لينا راكم عارفين. السلام عليكم. السلام بغينا الثمن ديال هذا الخير. هذا الشيء ما مقادش اخويا.
كل 81 44 كاين 36 كاين 40 36 44 ها كما كتشوفوا معنا اذا هاد العتروس 36 ما كاينش 50 لا ما كاينش 50 ما دابا الاسواق هنا ما نقدرش نلقاو كاين كاين مول 50 كاين حتى 100000 حتى 100000 المعزين او الله وعلى ما الساعه هذه 100000 والله الا صافي هاي زيد لي غير 100000 اخرى يشري بقعه شو بلاد والله تشريها في الدوار بالله تشريها الله تشريها ولكن تشريها في السر بزاف تماما والله ديال الفصل ديالها 100 درهم تمام.